وإذا به يسأل أنت أبو بلال الجعبي؟ قلت نعم. فقال أنا الأمن الإسرائيلي، مع خمس دقائق تخلي أنت ولادك. فاتصلت الجوال على الفور، وإذا واتصلت ببعض الأصدقاء، فانهار على الأهالي عبر مكبرات الصوت وبلأوا سطح المنزل، وظلوا حتى الآن يعني مرابطون على سطح المنزل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. Civilians, including women and children, are also exploited by being placed at military targets which Hamas expects to be attacked. المواطنون وفور سماع نبأ التهديد باستهداف المنزل خرجوا من منازلهم متوجهين إلى منزل الجعابير ليشكلوا دروعا بشرية في محاولة لمنع قصف المنزل.